السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني يعني أن أكون موجودة في هذه الأمسية، وأبدأ في البداية أوجه شكري إلى أستاذ دكتور عبد العزيز الحربي، رئيس مجموعة اللغة العربية بمكة، لفكرة هذه الأمسية والعمل على يعني أن تكون أمسية شعرية نسائية. أستاذ دكتور محمد ربيع الغامدي لتنسيق هذه الأمسية أيضا مع الشاعرات ومعي، أيضا الشراكة المثمرة والنافعة كانت مع نادي نجران الأدبي، ممثلة أيضا في رئيسه أستاذ سعيد المردمة. طبعا تأتي هذه الأمسية ونحن دائما عندما نتكلم عن الشعر ونتذكر تاريخ الشعر على مر العصور، والإنسان والكلمة وعلاقة الإنسان بالكلمة منذ أن اكتشف الإنسان اللغة، ووجد أيضا أن هناك خطابا متعاليا، خطابا مختلفا قد انفرد به بعض الناس على حساب الآخرين، يتكلمون بلغة مختلفة وبصياغة مختلفة. وعلى مر العصور كان هناك هذا التساؤل الأزلي: ما هو الشعر؟ ما الذي يعرفه وما الذي يحدده؟ وأيضا من هم الشعراء؟ وفي محاولة أو محاولات مختلفة لتفسير هذه الظاهرة، هنا يعني ستختلف التسميات وإلقاء الألقاب على الشعراء ما بين التقديس في على مر أحيانا في بعض العصور، أو نعتهم بالجنون أو نعتهم بالعبقرية، هي مسميات مختلفة لكنها وقفت حائرة أمام هذه الملكة المختلفة التي امتلكها الشعراء، والتي جعلت أيضا الناس يطربون، يستأنسون، وأيضا يعجبون بما يستمعون وما يقرؤون. تأتي هذه الأمسية أيضا في ظل فكرة وزارة الثقافة ورؤية التي تندرج تحت رؤية 2030 في إطلاق مسمى عام الشعر العربي على عام 2023، والمملكة العربية السعودية من خلال هذه التسمية تسعى إلى أن تجعل الشعر حاضرا في الثقافة اليومية وفي حياة الناس. لا يخفى على كل الحضور أن الشعر قد احتل مكانة بارزة في الثقافة العربية وكان أحد أبرز مكوناتها، لكن عام الشعر العربي يعيد الشعر إلى الواجهة مرة أخرى ويجعله جزءا من حياتنا اليومية، جزءا من ممارساتنا، جزءا من حضورنا عبر الندوات والفعاليات والأمسيات، وأيضا حتى عبر منسقات إعلانية نجدها أينما نظرنا. هذا كله يعيد الشعر للواجهة ويجعله أيضا منسجما حتى مع الرؤية كما ذكرت قبل قليل التي يدعمها سيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد. هنا نؤكد على مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للثقافة وبؤرة مركزية في الثقافة العربية. في ظل حضور الشعر مرة أخرى وبروزه إلى الواجهة، يسعدني أن أرحب بالشاعرات المشاركات معنا في هذه الندوة. أستاذة تهاني الصبيح، أستاذة شقراء المدخلية، وأستاذة منى البدراني. ستكون الأمسية أنه سنبدأ بجولة أولى للشاعرات تقريبا في حدود 7 دقائق، لتلقي كل شاعرة قصيدتين أو ثلاثة حسب طول القصيدة، ثم نعود في جولة أخرى. بعد ذلك قد نطرح بعض الأسئلة على الشاعرات ونعود إلى جولة ثالثة، ونترك الحديث أيضا لكم لتشاركونا هذه الاحتفائية بالشعر هذا اليوم. نبدأ أولا مع الأستاذة تهاني الصبيح. طبعا هي حاصلة على بكالوريوس اللغة العربية ودبلوم عالي في اللغة الإنجليزية. صدر لها وجوه بلا هوية رواية وفسائل شعر، وجه هاجر شعر. قد حصلت على عدد من الجوائز: جائزة المركز الأول أو المركز الأول لجائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي في المرحلة الثانوية، أيضا هي عضو مجلس إدارة سابق في نادي الأحساء الأدبي، فازت بالمركز الثاني لمسابقة السفير حسن عبد الله القرشي بجمهورية مصر العربية عن ديوانها فسائل، فازت بالمركز الثاني أيضا في مسابقة اليوم الوطني السعودي برعاية نادي تبوك الأدبي. ترجم لها في معجم السرد بالأحساء ومعجم شعراء الأحساء المعاصرين في الفترة بين 1401 إلى 430 الصادر عن نادي الأحساء، وفي كتاب معجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية للكاتبة اللبنانية غريد الشيخ.
شاركت في كثير من المهرجانات بين الشارقة والأردن ومهرجان الخنساء وحوران وغيرها، سيرة حافلة، لكن هنا اليوم لنستمع إلى الشعر. نبدأ معك أستاذة تهاني في حدود 7 دقائق كما ذكرنا، تفضلي. طيب نبدأ الآن أستاذة تهاني، وتحاولين لاحقا للوقت أيضا. طيب، فاضت من الغيم وانسابت على شفتي لحنا تناغم بين القلب والرئة، فاضت على ضفة المعنى فأولها وحي تنزل من أقصى مخيلتي، تمتد مثل الشمس لو طلعت ولا تقاس بحد أو بخارطة، فالمفردات محاريب وأخبية، والشعر في أوجه الصحراء من سأتي، فالمفردات محاريب وأخبية، والشعر في أوجه الصحراء من سأتي، أطوف في حرم القرآن تتبعني سرب الملائك تعلو فوق دائرتي، كأنني محور الإعجاز لو نطقت كل اللغات بحرف الضاد من لغتي، أم البلاغة من يسعى ليدركها يغيب في لجة الأبعاد والسعة، أم اللغات من يسعى ليدركها يغيب في لجة الأبعاد والسعة، ما زلت في دهشة المعنى أصورها حتى أرى في مرايا النقد فلسفتي، سافرت في اللفظ في آفاق وحدته، حلقت والأفكار مزودتي، يا راعتي برعم في النخل أحمله وكل عين بهذه الأرض محبرتي، أنا المجاز إذا ما جملة كشفت، أنا المجاز إذا ما جملة كشفت سحر الكناية في أبعاد مفردتي، أنا البديع فساتيني مطرزة بالسجع بالضد والتجنيس زخرفتي، أنا العروض وروحي نفخ دوزنة من القصائد والأوتار والنوت، أسير للنحو عل النحو يدركني، أسير للنحو عل النحو يعربني، فعلا تجذر من نبضي وأوردتي، معشوقتي لغة لا شيء ترجمها إلا مداد الهوى في سفر عاشقتي، أم اللغات وأمي في انتمائي لها وقاب قوسي لو ناديت يا أبتي، أم اللغات وأمي في انتمائي لها وقاب قوسي لو ناديت يا أبتي، يعرف الحب قلبا قد تنكر بي لما توزعت بين الحال والصفة، في بحرها اسمي الموصول سارية تمد أشرعتي في عالم الصلة، وفي الحذاء عيون تقتفي أثري بين الرمال إذا ضيعت بوصلتي، غرقت في معجم الألفاظ فاختزلت من بحره العذب أنهار بذاكرتي، نذرت صومي للرحمن مذعنة فهل سينطق وحي الشعر معجزتي، نذرت صومي للرحمن مذعنة فهل سينطق وحي الشعر معجزتي، آنست نار الهدى في جذوة لمعت حتى تغشى شعاع النور ناصيتي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا، عفوا الصوت، شكرا أستاذة تهاني. يعني 7 دقائق معك أيضا، بإمكانك أن تقرأي قصيدة أخرى قصيرة إلى تقريبا في حدود 3 دقائق إذا أحببتي. قلب أنا حول المجرة سافرا وسحابة حبلى ستهرق أبحرا،
فإذا المشاعر قد ظللن رواكدا، رئتي الرياح بها أحرك ما جرى. قلب أنا بالحب أعصر مهجتي، فيسيل ما سكن الصدور وما برى. أغفو فتوقظني الرؤى كنبوءة، شف المجاس بها وأوقدها الكرى. وهنا تصاعدت المعاني في دمي، حد التسامي والتجلي كي أرى. فمشيت بالشطآن حول كنايتي، ورصفت في نهر القصيدة في معبرا، وبلغت من فعل اليقين مداركا، حتى التباس رغم ريبته درى. كانت بي الصحراء حين سمعتها تبكي على الطفل الذي ملأ العرى، في غير ذي زرع يزمزم حيرتي، ماء بقدر السعي فجره الثرى. وملامح امرأة سينحت صبرها، وجها يريني في المرايا هاجرا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة تهاني، ويعني مع الشعر دائما نحن ندخل إلى مناطق أخرى وتساؤلات ما بين الشاعر ودور الشاعر ومفهوم الشعر، وهذه الأنا التي تتحدث دائما لتخاطب الآخر بلغة أخرى مختلفة. ننتقل الآن إلى أستاذة شقراء المدخلية، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، راعية صالون شقراء المدخلية الثقافي، وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي بجازان سابقا، وهي أيضا عضو في عدد من المؤسسات الأدبية العربية. شاركت في إحياء الكثير من الندوات والأمسيات الثقافية والأدبية في المراكز والجامعات السعودية والعربية، كتبت الأوبريتات الغنائية الوطنية، صدر لها عن نادي الرياض ديوانها الشعري الأول أكاد أراني، صدر لها أيضا ديوان شعري آخر بعنوان صوت ذاهل كالحزن، أضيفت قصيدتها ترنيمة لوطن سماوي في منهاج الأدب السعودي للمرحلة الثانوية بالمعاهد العلمية السعودية، فاز ديوانها الشعري أكاد أراني بجائزة العقيق الشعرية. أيضا سيرة حافلة وغنية، لكن هنا أيضا جئنا لنستمع إلى الشعر. أستاذة شقراء تفضلي أيضا في حدود 7 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير لكم جميعا، وسلام على الشعر في العالمين ورحمة الله وبركاته. سلام على اللغة التي تتأنق كل سبت وترسو على جبل من غمام. سلام على مجمع الفاضلين، على بكة وعلى أنفس كالحمام. شكرا لمجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، وشكرا لنادي نادي نجران الأدبي على هذه الاستضافة، ولكم جميعا. ترنيمة لضوء ماثل في الظلال، ضوء سماوي وثمة جوع، والآخر الملقى خطاه نزوع. ضوء سماوي وثمة جوع، والآخر الملقى خطاه نزوع. ضوء سماوي وضحكة وردة لولا افترار الورد كنت تلوع، وتلوح من بوابة في الغيب مئذنة تحن جذوع، وتهب من صلصالها العبثي سوسنة تشب ضلوع، وتقول للمعنى التبسني ليس ثم رجوع. كن صرخة الأبدي في عدمي، هنا ينبوع، وهنا الغواة المارقون نشيجهم مقطوع، وهنا السنابل يابسات، والمدى موجوع. يا أنت كن تفاحة أخرى ليغفر جوع، واصعد لتمتحن الخطيئة ربها وضجيجها مشروع. أنا أيها الآتي من اللاشيء مغفرة، أنا أيها الآتي من اللاشيء مغفرة،
وأنت يسوع كن آخر الصلوات وابتكر الخطى، فغدا يؤذن للصلاة خشوع. النص الثاني، تفضل يا أستاذة شقراء. نعم، نص ثاني. براق الأبجدية. الآن أصعد في الكتابة، الآن أصعد في الكتابة، هذه الأوراق مدخنتي، ووحدي أشعل الغيبي في رأسي، ويحملني احتراقي العاطفي إلى مجاهيل السماء. الآن أختبر الكثافة في المزيج الليلكي من المعاني، هل يذوب الليل في كأس اللغات، وهل تعيد الدهشة الأولى تماسكها وتمعن في السؤال. الآن هذا الثقب في قلبي أوراق الأبجدية، الآن هذا الثقب في قلبي براق الأبجدية، ربما سيقودني للركض في فوضى الخليقة، آدم المنفي فيه ووردة كالظل خائفة تحط على الفراغ. ربما سيقودني هذا البراق إلى احتمالات الخطيئة في دمي، تلك التفاصيل التي دونتها وأنا أروض رغبتي في جسها، أحتال كي أصغي لصوت يستحث أنوثتي ويمجد الجسد الشهي. ربما سأرافق الموتى إلى تابوتهم، ربما سأرافق الموتى إلى تابوتهم، أتلو دعاءهم الأخير وأنثر الأزهار فوق ترابهم. ربما سيحرك الشجن الخفي مدامعي وأشارك الموت البكاء. الآن أبتكر المدارات الجديدة، أحمل الذكرى على مسبارها اللغوي، أستقصي الفضاءات الوليدة، هل سيبتكر الغواة هناك بعدا آخرا للحب؟ هل للكائن العبثي في هذا السديم الحق في تقبيل أنثاه الوحيدة؟ هل تجرمه القبيلة إن تمادى في التغزل باسمها؟ الآن في هذا المدار الرحب، هل سيؤطرون اللون في لغتي ويحرمون علي إنجاب القصائد من سفاح المعجمي؟ الآن آخر رشفة في الكأس، الآن آخر رشفة في الكأس، نخب تصاعدي، نخب الذين تمزقوا في الأرض جراء الحروب، ونخبنا نحن الذين نحرم المسرى على أجسادنا ونفيض من تلك الثقوب. شكرا لكم. شكرا أستاذة شقراء، يعني على أيضا هذه ماذا أسميها، قصيدتان تشاكسان اللغة من جهة، وتشتغلان على الصورة من جهة أخرى، وتنطلقان ما بين الذاتي والكوني. وأعتقد أننا نرى الشعر الآن في كل وجوهه وبكل عوالمه المختلفة. جولة أخرى أيضا مع منى البدراني الحاصلة على بكالوريوس اللغة العربية، هي مشرفة تربوية في إدارة نشاط الطالبات بالمدينة، منسقة لبرامج المجال الثقافي، مدربة معتمدة دوليا، معدة أوبريتات، محكمة على المستوى الوطني في منافسات المسرح، رئيسة اللجنة الأدبية في رواق أديبات ومثقفات المدينة، وعضو مؤسس فيه، مستشارة وداعمة لصحيفة هاتون الإلكترونية، حصلت على لقب سيدة العام من منتدى أحب الطيبة، تضمن معجم أعلام النساء في المملكة للمؤرخة اللبنانية غريد الشيخ اسمها وسيرتها، هي عضو رابطة الإبداع الخليجي، عضو مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة، وجماعة فرقد الإبداعية، مجموعة شاعرات وطن،
عضو شاعرات العرب وجمعية الثقافة والفنون في جدة، جمعية طيبة للتنمية، مجموعة أيضا من المجموعة العضويات الكثيرة لها العديد من الأمسيات الشعرية والأسبوعات داخل الوطن وخارجه، والمشاركة في مهرجانات وطنية كالجنادرية وبيت الشعراء بالقاهرة. قدمت ورش عمل مختلفة وفازت إحدى قصائدها عفوا بالمركز الثاني في الملتقى العربي للأدباء، وشاركت بأول ديوان صوتي للشاعرات العربيات على مر التاريخ. لها ديوان شعر إلكتروني في موقع بوابة الشعراء وديوان مخطوطان سيطبعان قريبا. أستاذة منى، نستمع إليك الآن أيضا في حدود 7 دقائق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. مساء الضاد المخضب بالأصالة والخلود، مساء البلاغة والفصاحة اللتين تمثل إعجاز القرآن الكريم بهما، مساء عابق بلقاء شعري ثقافي تحت ظلال مجمع اللغة العربية التي أحببتها وأحبتني والتي نتغنى بها في عام الشعر العربي. قبل البدء أتقدم بالشكر الجزيل لمجمع اللغة العربية ورئيسه الدكتور عبد العزيز الحربي، بالإضافة إلى نادي نجران الأدبي ورئيسه الأستاذ القدير سعيد المرضمة، وللمنظم الدكتور محمد الغامدي، ولك دكتورة ميساء الخواجة. شكرا طبعا شكرا. نبدأ طبعا بلغتنا العربية، وأقول: أيا لغة منابعها الفصيح تباهى الحرف فيها والقريح، أيا لغة كساها الذكر مجدا وفي تبيانها انهال المديح، أيا لغة حوت كل المعاني وحار بكنهها العقل الرجيح، كتاب الله طوقها بعز قريش من أطايبه تفوح، فإعجاز بليغ في رباها وللمختار تاريخ يبوح، فأي مكانة سمقت بذكر لها ألق وفي العليا تلوح، سنفخر يا حبيبتنا نباهي نحلق للمدى وبه نسيح، لماذا الضاد يهجرها بنوها ويرميها العدا ولهم فحيح، بدعوات تهدم مبتغاها وضربات مدامعها تصيح، فيا لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح، لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح، وأنت السحر إحساسا وشعرا على نغماته تشفى الجروح، فيا أبناءها عودوا إليها فإن جذورها نهج صحيح، سنغلق باب أحقاد الأعادي ويزهر روضنا إذ نستريح، حروفي بالوفا والحب تشدو وذي لغتي يبرهنها الفصيح. القصيدة الثانية، واضح الصوت؟ نعم، تفضلي. شكرا أستاذة منى، تفضلي. القصيدة الثانية لعشاق الخيل. أيا عاشقا أغراه سحر الشواذب عتاقا تثنت بالمفاز السباسب، يهيب بها الرائي فتهمي خريدة وتبهر أذواق بتلك النجائب، تذيب شغافي رقة وصبابة رسيس هواها في شموخ مناقبي، فتأتي القوافي السامقات تبخترا وتنجب أبكار المجاز لكاتبي، ألم ترى أن العاديات ضوابح بصبح مغيرات لوكب المقانب، مثيرات نقع في الفلات مضوع ويورين قدحا في متون السحائب، فرائد فيهن البهاء كأنه بريق الثريا مع نجوم ثواقب، على نفحات الرمل تنقش عزها وتختال تيها في مسار الحلائب، بشعر حريري يميس تناغما لحمحمة بين القنا والقواضب،
فهذه خطى الغبراء تخدع داحسا وأدهم عبسي يطيح بها ربي ومنجرد قيد الأوابد هيكل تغنى به القيسي من كل جانب يخلدها عبد العزيز بطولة عبية تحدوه بشتى المواكب فحمر تراعينا وشقر تأمنا تزمزم هاويها بعذب المشارب إلى الخير تمضي والنواصي وثيقة ليوم نشور مخبر بالعواقب هي العزة القعساء مجد مؤثل مآثرها واسم السنا والمراتب فيفتر ثغر للشموخ بداخلي يجاذبها شعرا ينيخ ركائبي. نكتفي بهذا القدر أم في مجال نعم، للقصيدة؟ وسنعود لك مرة أخرى أستاذة منى. شكرا يعني، وجميل هذا التناص حتى مع القصيدة العربية القديمة، والتناص مع على مستوى اللغة وعلى مستوى الصورة الشعرية، وقد نعود إلى هذا لاحقا. سنعود أيضا في جولة أخرى قبل أن نطرح الأسئلة. نعود إليك مرة أخرى أستاذة شقراء. نعم عزيزتي، إذا بكل سعادة. ممكن يعني سنعود إليك، نبدأ معك الآن في قصيدتين ونرى ما المشكلة مع أستاذة تهاني. سأقرأ نصا: صلاة على عتبات الأبد. الأغنيات تجلت في رؤى العارف، الأغنيات تجلت في رؤى العارف، والناي أسرف مد الروح للعازف. دارت خطاك على معناك فاشتبكت فيك المواويل، ألقى سره الكاشف، والليل أقبل مثل الصبح ملتبسا أيان يطلع، ضاع الوصف والواصف. نظرت صوتك للأوتار فاحتدمت رحى المجازات، دوى نوءك العاصف، وقلت للماء خذني غيمة فجرت أنهار وجدك، فاض النزف بالنازف. من أنت؟ من أنت لولاك؟ لولا ما اكتنزت سدى من الحقيقة، لولا طينك الجارف أضغاث آدم بعض من غضاضته، والبعض تلقاه في رجع الفتى الخائف. نبئت بالحب فاصطادتك أزمنة من الحكايات، هزت جذعك الوارف. من أين جئت؟ تهادتك الجهات ضحى، والبحر نحوك أزجى موجه الخائف. بك المسافات، كم قلمت صورتها وكم مشيت إليها مشية الراجف. وجهت قلبك للأشعار فاكتملت فيك المزامير، غنى خطوك الطارف في كل دورة فستان يصيح مدى. أقم صلاتك، إني هاهنا عاكف في كل دورة فستان يصيح مدى. أقم صلاتك، إني هاهنا عاكف يا صنو نفسك. هذا الحب تذكرة إلى السماء، فأسقط نجمك التالف واصنع بلادك. كم خانتك أمكنة وارفع أذانك، ما في البيت من طائف. وصلي نافلة الأشواق علهوا من مطلع الشمس يذكي غربك الراعف، واجمع شتاتك. لا المحراب محتمل فوضى الكنايات، لا ميقاتك الجاحف. قم غني قلبك في التابوت متسع للأغنيات، قم غني قلبك في التابوت متسع للأغنيات، وفينا حزنك الواكف. ما زال خطوك بالإيقاع مشتبكا، فابسط جناحك، هذا إرثك السالف. النص الثاني، النص تفضلي. الثاني أستاذة. نعم أستاذة، النص الثاني.
سأقرأ مقطوعة خفيفة حتى لا نثقل على المستمعين. ظمأ، أحتاج أن ألقى خيالك مرة، أحتاج أن ألقى خيالك مرة لأعاتب الزمن الذي أغواك، أحتاج أن أنسى هواك لليلة لأقول أيقظني غرام سواك، أحتاج أن أدري بأنك خنتني، أحتاج أن أدري بأنك خنتني وعشقت أخرى لا ترى إلاك، أحتاج ألف خطيئة وخطيئة لأتوب منك وأعلن الإشراك، أحتاج يا هذا سواك، أحتاج يا هذا سواك، فخلني أتخير الأقفال والملاك. لا تبتئس فالحب جرح واحد، لا تبتئس فالحب جرح واحد، وعلي أن أتخير الأشراك، وعلي أن أجتث اسمك من دمي لتعود منكسرا تجر خطاك. شكرا لكم. شكرا أستاذة شقراء، أيضا على لغة أخرى وعالم آخر ما بين الحب وما بين الأسئلة الكونية. أستاذة تهاني يبدو أنها عادت. أستاذة تهاني، أهلا وسهلا دكتورة، يا أهلا هلا بك، والله. أهلا بك. في قصيدتان أيضا لو سمحتي، نعم، تفضلي. يا أنت يا كرم السنابل في افتقاد الخبز، أو عند استغاثة زارع من فرط ما اعتذر الحصاد، يا أنت يا جذع النخيل يساقط الرطب الجنية على الذين ترجلوا عن صهوة الجوع المميت بلا نفاد، يا فيض ساقية توزع حبها للعابرين، يا فيض ساقية توزع حبها للعابرين على الدروب وليس يدركها امتداد. من أين أبدأ يا صديقة كل غيم قد تغشاها هطولا سرمدي ثم جاد؟ هل في حدودك بيدر للنبل، هل في حدودك بيدر للنبل نغرسه لنا بين القلوب؟ وهل هنالك في حديقة كوننا أرض لها مثل اخضرارك في البلاد؟ عبدت دربي للوصول إلى ضفافك، عبدت دربي للوصول إلى ضفافك، كنت أبتكر الحنين من الرمال وصرت أحترف الوداد، وفتحت شباك الحقول لأقتني وردا حساويا لمعصمك المسور بالنقوش، وحوله الحناء تزهو في التقاد، وظننت أنك تسكنين مع الهواء إذا تجمع في الشهيق، وأنك الأنقى على رئتي، ولكني وجدتك في الفؤاد، يا بلسم الآهات حين تعيدني للجرح ينزف غائرا ويداك فلسفة الضماد. هل ممكن أن أستدين الحب حتى آخر اللحظات من عمر تخاذل في العطايا أو تعثر في السداد؟ الوقت يخدعني ويسرقني الدقائق لو لقيتك، بينما ولهي لقربك في ازدياد. إني إذا اشتعل الحنين بداخلي أدري بأن مشاعري في الصمت يفضحها الرماد. لا أعرف هل هناك مجال. قصيدة أخرى، نعم أستاذة تهاني. ما أوجع الجرح غضا حينما انفتح وانفض شريان قلب بالدماء سفح من الأذين الذي عبرته ولها،
حتى البطين الذي من شوقه نضاح. أنا التي راودتها كل جارحة، فاستعصم الحب في قلبي وما نزح. أنا التي راودتها كل جارحة، فاستعصم الحب في قلبي وما نزح. لا ترصف الذنب سورا كي تحاصرني، فلست من غلق الأبواب واجترح. يا سيدي للهوى في شكله حمم، وللتشظي معان كلما قدح. فإن فررت لكي أجليك عن صوري، وجدت طيفك في الأشواق ما برح. سترقص الأرض لو غنت ربابتنا، ويعزف الناي لو عرابنا سمح. سترقص الأرض لو غنت ربابتنا، ويعزف الناي لو عرابنا سمح. فأنت من شغف الأزهار مبسمه، حبا إذا ارتعشت حيث الندى رشح. وأنت من أربك الريحان مقتربا، حد العتاق الشذا للريح لو فضح. لن تحزن البذرة الأولى التي انعقدت بالجذر، بل تملأ الدنيا بنا فرحا. إني اكتحلت بليل بات يسكنني، وشما على ضفة العينين من مسح. مذ سافر المبضع الطبي في جسدي، وشق دربا إلى الأعماق واكتسح. تركت في غرفة التخدير ذاكرتي، تركت في غرفة التخدير ذاكرتي، وعدت في رئتي الإيمان قد نضح. وكان حولي وجوه تقتفي تعبي، مثل المرايا التي تشف ما اتضح. وكان حولي طبيب في ابتسامته، كأنه كان يتلو الناس والشرح. أنا التي لا يزال الجرح يسكنها، ومنه ما نز نحو القلب أو ذبح. من كف قابيل تبكي الأرض قاتلها، من كف قابيل تبكي الأرض قاتلها، وصرت أبكيك لست اليوم من ربح. شكرا. شكرا شكرا. الذنب ليس ذنبي، أنا أريد أن أظهر لكم لكنني عاجزة عن ذلك. شكرا لحسن استماعكم. شكرا لهذا الجمال الذي كنا نستمع إليه لامرأة تبتكر الحنين من الرمال كما قالت. وننتقل أيضا إلى أستاذة منى، قصيدتان أيضا لو سمحتي. أهلا بكم مجددا دكتورة. تفضلي. لا تسأل الصمت المهيب لماذا، إذ حار بوح بين ذاك وهذا. ألبسته ثوب المهابة حكمة، نزهته وإلى التأمل لاذا. ترك العتاب وشذبت نزعاته، فغدا الحنين بمقلتيه جذاذا. تكفيه عين في البيان فصيحة، نفدت سهاما للمراد نفاذا. وهناك في ظل الخمائل بحة، تسقي الحنايا وابلا ورذاذا. ولمنطق الأطيار فيها دهشة، يحكي الجمان يحاور الأفذاذا. فكأنما النبرات جوقة هائم، والبوح يهمي مائسا أخاذا. سأظل شاعرة تغنين المنى، وبخافقي أي وكيف وماذا. القصيدة الأخرى. على قيثارتي سكب المشاعر، بكأس الحرف من صهب الخواطر. أدثرها بأوشحة تسامت، لمحراب المكارم والمفاخر. بها وتر الحروف نسيج نبض، وفي الأفعال نقش للمآثر. بها الأسماء تظهر في شموخ، وفي تحليقها ستر الضمائر. تموسقها عنادل فاتنات، فتسبق في حفاوتها المنابر. وفي ترنيمتي يختال ورد بلون الحب جذاب،
وساحر وعود الشعر إنعاش لروحي تضوعه على الشطر المباخر. فمهلا فمهلا يا مشاعر نزف آهي تناجيها النجوم بدمع حائر تربتها بليلي ساجعات وتحضنها بأهداب النواضر. وذاك البدر يهمسني حريرا أبدران المنى بالوجد ساهر فقلت له ستعذرني برأف ففي الخفاق مكنون السرائر وعاطفتي مداد من شعور على أوتارها ينهال ماطر وتصدمني رياح عاتيات فأوصدها بأشرعة المحابر على وضح وطهر جاد شعري وضوء الشمس أجدله ضفائر. وشكرا لكم. شكرا أستاذة منى، يعني هذا الجمال لا نريد له أن يتوقف. وأيضا بما أن اللقاء معنون بلقاء شعري ثقافي، لعلنا ندخل في نقاش سريع حول بعض القضايا أو بعض النقاط والتي ربما أثارتها أو أثارها ما استمعت إليه من القصائد، ثم بعدها نفتح الباب لمداخلات ممن رفعوا أيديهم ونعود في جولة ختامية للشعر مرة أخرى. ما لفت النظر وأنا أطالع السيرة الذاتية للشاعرات أن هو تعدد مجالات الكتابة، وهنا يمكنني أن أسأل أستاذة هاني مثلا، بين الرواية وكتابة الشعر هما جنسان مختلفان ربما، وإن قيل إن الرواية عابرة للأنواع، لكن أين تجد تهاني نفسها؟ وهل يمكن أن يتسلل الشعر إلى الرواية باعتبارها شاعرة في المقام الأول؟ أستاذة تهاني أيوة دكتورة، معك تفضلي. تسمعينني؟ أسمعك، نعم تفضلي. كنت حقيقة في بدايتي أحاول أن أتسلق اللغة على جدران السرد، وعبثا كنت أحاول. أعتقد أنني فشلت فشلا ذريعا عندما بدأت بكتابة رواية. أنا وجدت نفسي أنه يجب علي أن أدفن عقلي ومشاعري ووجداني في معجم الألفاظ، وأن أسافر في اللفظ، السفر الحقيقي الذي جعلني أكتشف أبعادا كثيرة للمفردة الواحدة. أستطيع بعصا موسى أن أفلق بها البحر وأن أحول العصا إلى أفعى، وإن شاء الله سأفعل. ربما يعني ما يكون هذا زلت التحدي. حائرة أمام الرواية كما أفهم من كلامك. نعم، لست أنا من يضلع في الكتابة فيها، لكنها كانت محاولة يائسة وتراجعت عنها وأعلن براءتي وتوبتي من الكتابة السردية. وهذا كلام يعني قد نرد به على كثيرين ممن يقولون إن الأديب يمكن أن يكتب في أي مجال، يمكن أن ينتقل بين الرواية والقصة والشعر إلى آخره، وأنت الآن تتبرئين من كتابة الرواية. وفي الوقت نفسه أيضا سأعود لك حول في سؤال آخر، لكن في المنطقة ذاتها أستاذة منى وأستاذة شقراء أيضا كما لاحظت يعني تكتبان الأوبريت على ما أذكر، يمكن أستاذة منى تحكمين المسرح أيضا، هنا دخول إلى مناطق مختلفة، لأن الأوبريت وإن كان شعرا فيما أرى إلا أنه أيضا يفترض آليات خاصة. أستاذة شقراء، أين أو هل ترين أن هناك منطقة مشتركة؟ كيف تختلف كتابة الأوبريت مثلا عن كتابة القصيدة بالنسبة لك؟ أستاذة شقراء نعم عزيزتي معي. تفضلي. جوابا على السؤال الذي طرحتي، أنا لا أجد فرقا يعني شاسعا بين كتابة الأوبريتات الغنائية وكتابة القصائد حقيقة، لأن الأوبريتات الغنائية تتطلب عاطفة تماما كما تتطلب أي قصيدة أخرى. الفرق ربما فقط في انحصار الكاتب أو الشاعر داخل فكرة معينة،
عندما تكتبين نصا حرا فأنت تحلقين بخيالك كيفما تشائين، أما الأوبريتات الغنائية فتظلين محصورة فقط داخل إطارات معينة وأفكار معينة. ينبغي أن الكتابة عن الوطن، الكتابة عن المنجز، عن كذا عن كذا، تظلين يعني هناك مسرح للخيال وهناك نوع من التحليق، لكنه التحليق المقيد فقط. هذا هو الفرق بين كتابة الأوبريت الغنائي وكتابة القصيدة بمفهومها العام الواسع. غير ذلك أنا حقيقة أستمتع جدا بكتابة الأوبريتات الغنائية، ولو أسعفني الوقت ربما لكتبت كل عام عملا. أتمنى أن تكون كذلك. أستاذة منى، يعني هل تتفقين مع ذلك؟ هل ترين أن الاختلاف بين الأوبريت والقصيدة العادي، القصيدة الأخرى أو القصيدة الغنائية، هل هو اختلاف في المضمون فقط؟ ألا ترين أو ألا يتطلب أيضا ذلك التفاتا إلى الإيقاع ربما بصورة أخرى؟ لا أدري، هل تتفقين مع رأي شقراء أم لك رأي مختلف؟ نعم، أهلا دكتورة. طبعا أتفق معها، وما يميز الأوبريتات في العادة أنها تكون عبارة عن لوحات، لابد كل لوحة أن تختلف من ناحية الإيقاع الموسيقي ومن ناحية البحر الشعري عن اللوحة الأخرى حتى يحدث هناك تناغم، يعني لا تكون في على بحر واحد، هذا من المفترض. وفي الأغلب أن تكون يعني على بحور راقصة، على بحور غنائية تتميز في وجود اللي عدم توحيد القافية. أحيانا تكون القافية مثلا مزدوجة كما نقول، يعني 4 أبيات تتفق مع قافية واحدة وهكذا، لكن المضمون تقريبا واحد، لا يفرق بينها وبين قصيدة أخرى يعني في كتابة القصيدة. لكن نراعي أيضا المطلوب من هذا الأوبريت، يعني إذا كان في منطقة معينة، إذا كان مثلا في صرح تعليمي، إذا كان عن اللغة العربية. وأنا أيضا تشرفت يعني بكتابة أوبريتات عن اللغة العربية، عن العلم، عن كتبت لنادي الإحساء الأدبي أوبريت وطني من 7 لوحات، وأيضا يعني كان يعني لم يسبق لها أن كتبت العرضة السعودية أو غنيت باللغة العربية الفصيحة، يعني كان لي هذا الشرف الكبير. العرضة السعودية المعروفة دائما تغنى صحيح، باللغة العامية، بالشعر الشعبي. نعم كتبت بالفصيح، نعم كتبت بالفصيح وعلى نفس العرضة اللي هي السعودية، نفس إيقاعها. طيب، سأعود أيضا ربما إلى تهاني يعني في البداية، وكانت تقول أنا المجاز، هذا سيعود أو يدخلنا إلى منطقة أخرى وهي ما هو الشعر؟ كيف يمكن يعني منذ أفلاطون وربما منذ العصور الأولى وهناك هذه التعريفات المختلفة للشعر ومحاولة للاقتراب من هذه المنطقة الغامضة؟ وأنا أعتقد أن الاختلاف في مفهوم القصيدة العربية هو ما أدى في النهاية أيضا إلى اختلافات في آلية الكتابة وصولا إلى أشكال مختلفة في الكتابة، من قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر وإلى آخره. وما زلنا أيضا نقف عند هذه المنطقة، لا نعرف هل الشعر هو تلك اللغة المتسامية العليا، هل هو الصورة الغامضة، هل هو البسيط اليومي عندما نقترب من الحياة اليومية ونخاطب القارئ بلغة يستطيع أن يفهمها. لفت نظري بعض التعليقات، بعض يعني المداخلين كتب في الرسائل غموض في تعليق على إحدى القصائد. ما هو الشعر؟ أستاذة تهاني، برأيك كيف يمكن أن تعرف القصيدة؟ دكتورة، السؤال صعب، أنا أعرف سأفشل في أعرف الإجابة لكن سأحاول أن رؤيتك، أجزها. أنا أبحث عن الرؤية، رؤية الشاعر لنفسه للقصيدة، كيف نعم يراها؟ نعم القصيدة انفجار موقوت. عندي نص يقول: الشعر في حرم الكلام قنوت، وأنا ابن متى والقصيدة حوت، والشعر سحر واللغات دلائل، نزلت وعلمنا بها هاروت. هو أن نسافر في مشاعر يمنا من غير أن ينأى بنا التابوت، هو أن الله، نحلق كالفراشات التي للضوء تسمو ثم فيه تموت. ونحن نموت في القصيدة، صدقيني نموت، أنتم تحيونها من جديد عندما تستمعون إليها وتشعروننا بأننا كتبنا شيئا عجيبا غريبا. هذه هو الحياة، الشعر يقتلك في نصك ولكنه يحييك عندما تقرأه من جديد. هذا التعريف البسيط المتواضع مني. بل هو التعريف بالنسبة لي هو التعريف الذي يتماس فعلا مع طبيعة القصيدة ومع معاناة الشاعر إن صح التعبير، كيف يستطيع أن يخرج بالكلمة وأن يقول.
نعم أو أن يعيد صياغة العالم كما قال بعض النقاد. طيب أستاذة شقراء، ما رأيك؟ كيف تجيبين أنت عن هذا السؤال؟ شقراء القصيدة، اسمعي. نعم تفضل. نعم اسمعك يا دكتورة. القصيدة ربما بالنسبة لي ولكل من يكتب القصيدة وكل من يتلذذ حتى بقراءتها أو سماعها، هي المرفأ الآمن، الوطن الذي نبحث عنه جميعا، الريشة التي تلون العالم، السلاح الذي نحمله لمقاومة كل ما في الحياة من قبح وأثقال، كل يعني هي نافذتنا التي نصنعها نحن ونلونها نحن ونطل منها على العالم. أما الشاعر فكما نعلم جميعا قلبه في يده، كلما آنس في الروح حنينا كتبه، وإذا مر بطيف عابر كان صوفي الهوى واجتذبه. فوضوي، كلما نازلته تجد الطفل به قد غلبه. الله ومزاجي، فلولا ضحكة سبقت منه لأرسى غضبه. إنه الشاعر لغز واضح، أينما صادف معنى سلبه، يحمل الله الأرض على أكتافه ويواري نفسه المغتربة. داره الأبيات لا دار له غير هذه الفكرة المنسربة، يعبر الليل وحيدا شاردا والندامى كأسه المضطربة، بين جنبيه بكاء صامت ومواويل وروح خربة، يصلب العمر على أطرافها يتحرى ومضة مقتربة. فإذا أيقن منها سببا أوقد الذهن وأذكى حطبه، وإذا ما نضجت أشعاره قد باسم الحب ثوب التجربة، حافيا هام إلى أقداره عله في الغيب يلقى طلبه، قلبه في يده لكنه ليس يدري في الهوى من عذبه. الله، شكرا أستاذة شقراء. أستاذة منى، أيضا في منطقة أخرى وتعبير آخر أو محاولة أخرى للإجابة عن هذا السؤال، ما رأيك؟ ما القصيدة عندك؟ القصيدة أو الشعر هو رئة ثالثة أتنفس بها، يلملم أشلائي المتناثرة ويبني منابر من حرف، يتيه حينا ويجر الخيبات أحيانا، يأتيني طوعا ويحتضن انثيالي، له مع خلجاتي باع طويل، فيطبع ببابي المشرع يتأملني فيستميل وابل مكنوني. وفيه أقول: هو الشعر سحر يشنف سمعا ويأسر روحا بوهج الدرر، ففيه الرواء وفيه الشفاء ونبض الشعور ولحن الوتر. يعني حتى، شكرا أستاذة منى، شكرا حتى لك. لا أنفرد صوت. أسماء تسمعينا؟ نعم، تمام، شكرا. حتى لا أنفرد بالحديث وهذا اللقاء أيضا بالشراكة مع نادي نجران الأدبي، وهناك أيضا ترتفع أيضا طلبا للأسئلة والمداخلة، لكني وتثمينا لهذه الشراكة الأدبية التي تنتج أو قدمت لنا هذا الإبداع الجميل اليوم، سأترك المداخلة الأولى أو سأبدأها مع رئيس نادي نجران الأدبي أستاذ سعيد المردمة، تفضل، ثم سأنتقل لكل من رفع اليد، لكن حسب ما وصلني أو بحسب رفع اليد في البداية، وسأترك المجال للجميع بإذن الله. أستاذ سعيد، نستمع إليك قليلا، تفضل، وأهلا بك معنا في هذه الأمسية. أستاذ سعيد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الصوت ظاهر؟ نعم تفضل. طبعا أنا أحاول أتعامل الآن مع الكاميرا، ولكن للأسف سأشكو لكم ابنتي نجد، وهي المدبرة الأولى لي إلكترونيا، ولكنها تركتني وذهبت إلى الحديقة لتنعم بدقائق في هذا الجو الجميل في منطقة نجران. ولكن أقول لها بأني أكثر متعة منها حينما أتواجد مع هذه الكوكبة الجميلة من شاعرات الوطن، ممن وضعنا لهن اسما وحفرنا في أديم هذا الوقت بأنهن مبدعات وشهادتي مجروحة في كل واحدة منهن. تهاني هي عنوان الجمال في الأحساء، ومنى هي خنساء المدينة التي نثرت الإبداع في كل مجال. أما شقراء فأخذت من فل جازان كل جمال مع حفظ الألقاب، واجتمعنا
لتكون قائدة الربان وقائدة السفينة الدكتورة ميساء. كل واحدة منكن تستحق شكرا منفردا لوحدها، ولكني سأقول سبحانك ليس مثلك شيء، وأنت السميع العليم، رحيم كريم حليم جميل. أنت ربي تحب الجمال، وهل الشعر إلا الجمال؟ ما أكرمك ربي ما أرحمك، حان ميناء ميلاد الألق. رواد النهضة والربان، أرباب الإبداع والبيان، أيها المولعون بالأدب والشعر، الداعمون له في كل مكان وآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا وأحمل من اسمي كثير في هذا اليوم حينما ألتقي بكم، وأقول تتسابق الكلمات على ساحة الشعر والقافية لترسم الجبال بين جنبات هذا المكان، يرددها شاعر ماهر لتطلق حنجرته كلمات الإبداع التي أعدها لهذا الجمع الكريم، فتتألق جنبات الثقافة والأدب وتشرق في سماء الأزمان والحقب من عبق الأصالة والحرف الفصيح، من روعة الثقافة، من صفاء القيم، من عبير الفنون الراقية، من طموح أجيالنا وأمل شعوبنا. من هنا كان لنا هذا الجمال مع مجمع اللغة العربية الذي جمعنا بهذه الكوكبة، وتفضل على نادي نجران الأدبي بأن يكون حاضرا في هذا المشهد. فأقول شكرا باسم أهالي منطقة نجران جميعا للدكتور محمد الغامدي على فضله الذي تفضل به علينا، ومهما قدمنا له من آيات الشكر فلن نوفيه حقه، وكانت ظهيرتنا شعر يدخل إلى الأعماق ليخرج ما لدينا من جمال. وأوجه رسالة للجميع، نادي نجران الأدبي دائما وأبدا لكم، فلولا وجودكم لن يكون لنادي نجران أو أندية المملكة أي تواجد، فأنتم الوقود الحقيقي. ومن هنا أختم مشاركتي بدعوة لجميع من يسمعني الآن، شعراء وشاعرات، بأن يكونوا معنا في ديوان يتحدث باسم الوطن في يومه الوطني 93. نادي نجران الأدبي قدم للوطن الديوان الأول 90 قصيدة في حب الوطن، ثم 90 قصيدة وقصيدة بمناسبة اليوم الوطني 91، ثم قصيدتان بعد 90، والآن نستعد إلى ديوان آخر عنوانه 93. شاركوا معنا، فلن يكون هذا العمل جميلا إلا بتواجدكم. ويسرني ومن باب رد الجميل أن يكون هذا العمل بالتعاون مع مجمع اللغة العربية، إن أحبوا ذلك فهم أصحاب الفضل، وهم من مدوا يد التعاون والجمال، ونرد لهم الجميل في هذا اليوم بإذن الله تعالى بأن نقدم للوطن شيئا مما يستحقه. دكتورة ميساء، لك كل الشكر على إتاحة الفرصة لي بهذا الحديث، وأعتذر إن كنت أطلت، والحديث كثير وكثير وكثير، خاصة في حضور هذه القامات التي عانقت الأحساء ثم انتقلت إلى المدينة ثم انتقلت إلى جازان الفل. شكرا للجميع وأعتذر عن الإطالة. شكرا أستاذ سعيد، وكما قلت هو الشعر يجمعنا اليوم ويجمعنا الجمال أيضا، ولعل فعلا في هذه الدعوة بإذن الله أن تجد من القصائد ما ينتج كتابا جميلا في يوم الوطن، في اليوم الوطني بإذن الله. أستاذة فايزة من أول من رفعوا أيديهم، أستاذة فايزة سعيد لديك تعليق أو مداخلة؟ أستاذة فايزة لو سمحتي تفضلي. يسعد مساك جميعا. وأرجو ممن تنتهي المداخلة أن يعني يخفي إشارة رفع اليد، حتى يعني مسألة تنظيمية فقط. شكرا. أستاذة فايزة تفضلي. مساء الجمال، مساء الشعر، مساء الأدب. حقيقة أنا سعيدة جدا بأن المرأة السعودية تنتصر الآن للقصيدة، تعلن عن ميلاد امرأة جديدة، ميلاد قصيدة جديدة. سعدنا بتهاني بشقراب ومنى خنسان المدينة، إلى حد أنه شعرت أنني أمام امرأة جديدة مختلفة مثقفة تعلن ذاتها بطريقة المرأة الحرة
ولا أجوى من امرأة حرة حين تعبر عن ذاتها، عن مكنونها، عن قضيتها بطريقة حرة بصوت جميل ببلاغة غير عادية. حقيقة اليوم الأنثى الجديدة تنتصر باللغة وتنتصر الحرف وتنتصر القصيدة الجديدة. فشكرا بحجم السماء، بحجم الأرض، بحجم العطر. تهاني منى خنساء المدينة، شقراء المدخلية التي تعدن، أو شعرت أنه عندها نص جديد، دو في نفس جديد، في عرق جديد، في امرأة جديدة تتنفس الحرية، تتنفس ذاتها بطريقة حرة. ولكم كل آيات الشكر على هذا الجمال وعلى هذا الحضور في ذاكرة اللغة وذاكرة القصيدة وذاكرة الجمال وذاكرة الوطن وذاكرة المرأة ذات النفس الجديد وذات العمق الجديد. وشكرا من شاء. أنت سألتي ما هو الشعر أو ما هي القصيدة؟ القصيدة هي صرخة تنطلق من ذات حرة تعلن وجودها في هذا العالم لتقول أنا ذا موجودة في هذا الأرض، على هذه الأرض معكم. أسعد الله جميع مساعدتكم وهذه مشاركتي. حقيقة أنا سعيدة جدا، سعيد أنه لأول مرة أستمع إلى نفس جديد وعمق جديد ولغة جديدة مختلفة. امرأة متمكنة من أدواتها الحرفية، متمكنة من أدواتها اللغوية. فلكم منا شهادات الثلاث كل العرفان على هذا الحضور الأنيق في ذاكرة القصيدة وذاكرة اللغة وذاكرة الشعر. شكرا شكرا. شكرا أستاذة فايزة. ولعل فعلا ما يلفت النظر في هذه الأمسية هو تعدد الأصوات وتعدد الرؤى. المرأة تكتب الإبداع، وكل يكتب رؤيته الخاصة، ولا في أيضا نفس دكتور نعم موسى، نعم في نعم نفس بالضبط. جديد، في قصيدة جديدة، في روح جديدة تبعث من جديد. يعني الآن المرأة السعودية تنتصر القصيدة بطريقة جديدة، بطريقة تقول ها أنا ذا، ها أنا الشعر، ها أنا اللغة، ها أنا الحرف، وها أنا ذا، أنا ها أنا ذا معك أيها الرجل، الند بالند. بالتأكيد بالتأكيد يعني. وهي طبعا هذه ربما كانت فكرة هذه الأمسية أيضا ممن رفع. وشكرا مرة ثانية أو مرة أخرى أستاذة فايزة. دكتور سعيد أعتقد، لم أتأكد، المقرمي يمكن، دكتور سعيد رفع يده مبكرا، هل ما زال معنا؟ دكتور عبد الكريم، دكتور عبد الكريم العبيدي أعتقد. دكتور عبد الكريم تفضل، ما زال موجودا معنا. تفضل دكتور عبد الكريم. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا. وأنا دكتور عبد الكريم العبيدي من جامعة هيتت من تركيا. أهلا تحياتي، بك. أهلا بك، تحياتي لمجمع اللغة العربية وإلى نادي نجران الأدبي ومن أسهم في هذه الندوة الشعرية الماتعة للسيدات الفاضلات. وتحياتي لك دكتورة ميساء الخواجة أهلا بك. وإلى جميع من شارك في هذه الندوة، والسلام إلى الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي المحترم. حقيقة حاولت أن أدرك كثيرا مما قيل من قصائد في عجالة سريعة حتى أستطيع أن أكون فكرة يعني قريبة مما سمعنا. فاستمعت إلى الشاعرة الأستاذة تهاني في مدح اللغة العربية وبيان خصائصها وصفاتها وسمتها ومرتبتها. وقصيدة الأستاذة تهاني تنتمي إلى النمط الكلاسيكي الرصين على غرار الشعر العربي في عصوره الزاهية. يعني نحن لو أردنا أن نستمع إلى قصيدتها سنشعر بحلاوة كما نشعر بحلاوة استماعنا إلى قصيدة المتنبي، وهي من نفس البحر، بحر البسيط، والذي يقول صحيح. فيها: وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. حقيقة هذه الرصانة الشعرية ظاهرة ملحوظة جدا فيما سمعنا اليوم من قصائد، ويدلل على شيئين: الشيء الأول عمق الانتماء لهذه الثقافة الشعرية والموروث الحضاري الهائل
للشعر العربي في مختلف عصوره، ولكن فيما سمعت اليوم تجلت فيما يرتبط ويكون قريبا من الشعر العربي في عصوره الزاهية، الشعراء الكبار المتنبي وأبي تمام وغيرهم. نلاحظ أن في قصيدة الأستاذة تهاني تنوعت بين الرصانة والسلاسة. السلاسة هذا شيء جميل، والرصانة في اللغة وفي الأداء وفي عمق الأداء الصوتي المؤثر الذي يجعل القصيدة تكتسب إطارا خارجيا مهيبا. والملاحظ أن هذه القصيدة كما أسلفت جاءت على بحر البسيط الذي يعمد إليه أكثر الشعراء عند الكتابة في الموضوعات المهمة، وهذا البحر يمتاز بجزالة الألفاظ وعذوبة الموسيقى، وقد استعمله كبار الشعراء كما أسلفت. وحقيقة الأستاذة تهاني تمتلك رصيدا لغويا مطواعا تتحكم فيه كما تريد من خلال استعمالها للألفاظ وإيرادها الكلمات في قالب من شعري متميز، منحها قوة تعبيرية وداء متميزا، وأيضا منحها قصائدها تعبيرا فائقا عن المعاني الكبيرة، لأن الشعر كما أسلفت أستاذة وذكرت هو يتعدد تعريفه، وهو أشبه بوثيقة، يعني كما قالت العرب الشعر ديوان العرب، فيه تاريخهم وأيامهم وأنسابهم وأحسابهم، وهذه الوثيقة استطاعت أن تسجل فيها رؤيتها وإحساسها بالحالات الفائقة، فلم تتناول الموضوع تناولا عاطفيا مجردا، وإنما تناولته تناولا ثقافيا أكاديميا شعريا، مما جعل قصيدتها تمتاز بهذه الروح العالية وبالنمط الأدبي الماتع. حقيقة حاولت أن أدرك الأستاذة شقراء ووجدت أنها تتميز بجرأة لفظية محمودة وتصوير صاعد نحو الصور الجميلة الجديدة، فأدركت أنها وقلت للماء خذني غيمة، خطاب غير العاقل بمنزلة العاقل، هو نوع من المجاز في اللغة العربية، إسناد الفعل إلى غير فاعله مجاز، وهذا من أساليب الإبداع في الشعر العربي. وأيضا عندها ألفاظ مأنوسة ومشاعر محسوسة، وفي إطار من التجديد والابتكار، ويبدو لي أنها أكثر انسجاما مع النمط العصري واللغة الشاعرة الحديثة، وهي أيضا استخدمت الوزن البسيط، وأعتقد أنها قالت في إحدى قصائدها في بحر الكامل أظن أيضا أحتاج أن أدري بأنك خنتني، أحتاج أن نعم على الكامل أحتاج أن أدري بأنك خنتني. هنا أيضا يعني الحديث عن مشاعر المرأة الخاصة بأسلوب فيه نوع من الإدارة الفنية للموضوع تحمد لها هذه الظاهرة. وهي أيضا استعملت أيضا دكتور عبد الكريم لو تختصر قليلا لو سمحت لأنه عندي مداخلات أخرى أعتذر منك. أستاذة منى استعملت بحر الطويل لأن المعاني عندها أكثر رصانة، فتناغمت جزالة المعاني مع قوة الإيقاع مع براعة الاقتباس والانتماء إلى الرصيد الشعري، وكذلك استخدمت بحر الوافر، وتشترك القصائد في البوح، وجاءت كلمة البوح في قصيدة الأستاذة منى، والبوح يهمي مائسا أخاذا. الخلاصة هناك تقارب نفسي ووجداني وثقافي من خلال اعتماد اللغة الرصينة واعتماد البحور المتقاربة لدى الشاعرات مع ما انفردت به الأستاذة منى حسب ما أدركت، والبحر الوافر أيضا البسيط الكامل الطويل. المعاني الشعرية متقاربة، الهموم متواشجة، هم الإبداع والتصوير مع وجود فارق إبداعي ملحوظ بين الشاعرات من خلال البوح والإلقاء والابتكار. وحقيقة نحن اليوم سعداء بهذه الأصوات الجميلة وهذا الشعر الماتع الذي أدركنا من خلاله أن طاقة المرأة العربية الشعرية لا تقل إبداعا عن طاقة الرجل، وبإمكانها أن تعبر وتصور وتنور وتؤثر. وشكرا جزيلا وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك دكتور عبد الكريم على هذه القراءة النقدية السريعة، ويبدو أنك قد التقطت جيدا وجيدا وتابعت الشاعرات، وهذا يسعدنا طبعا. وأهلا بك من تركيا معنا، وأنا متأكدة أيضا أن الشاعرات قد استمعنا لك والتفتنا إلى الملاحظات وإلى هذه القراءة السريعة والجميلة. قبل أن أنتقل إليك شوق وأنت ترفعين اليد، أستاذ سعيد يبدو لديه تعليق سريع، ومن حق الشريك الأدبي هنا إن صح التعبير أن نعود له. يبدو أنه صلح الكاميرا أيضا، تفضل أستاذ سعيد. أولا هو انتصار بأني استطعت أن أتعامل مع هذه التقنية بدون نجد الغالية، وأرسل لها كل محبتي وللجميع. ولكن هي رسالة أستطيع أن أقولها في هذا الوقت لجميع رؤساء الأندية الأدبية، لجميع من يهتم بهذا المجال، باللغة، بالشعر. ألا يستحق الأستاذ عبد العزيز الحربي تكريما خاصا به على هذا المجهود الذي يقدمه؟ لن أخاطب أحدا بعد الآن، ولكني أوجه له دعوة خاصة في نادي نجران الأدبي لإقامة فعالية خاصة به ولتكريمه، لنقول له شكرا على كل ما تقدم، وأبناء الوطن يحسون بذلك، فلك منا كل المحبة، ونجران تفتح ذراعيها لك متى ما أردت، ولكن لا تطل الوعد. انتظارنا لن يتعدى هذا الشهر، فأنت تستحق منا كل تقدير، وبإذن الله تعالى تكونون من الشاهدين على هذا التكريم الذي تأخر. أنا مؤمن بأنه تأخر، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي. رسالة محبة لهذه الشخصية الجميلة التي أفنت نفسها لخدمة اللغة العربية، وبإذن الله تعالى نحتفل به في نادي نجران الأدبي. شكرا شكرا أستاذ سعيد، وأنا أضم صوتي لك فعلا، فهو يستحق الشكر والشكر Yes. الكبير على هذه الفعاليات المستمرة. ونحن فعلا الآن لدينا ما يزيد على 80 أو 90 مشتركا أو حاضرا ويشهدون على هذه الدعوة التكريمية. ومن الجميل جدا دائما أنا أقول أن نكرم الناس وأن نعترف بالفعل الثقافي الحقيقي وبالمجهود الذي يقدمه الإنسان. شكرا لك أستاذ سعيد، شكرا للأستاذ عبد العزيز مرة أخرى أيضا، بإذن الله سيكون قريبا، وستكونين أنت من بإذن الله. يقدم أمسيته بإذن الله دكتور ميسا. خلاص هذا وعد إذن. معكم شكرا بإذن لكم، الله السلام عليكم. ويسعدني. شكرا شكرا أستاذ سعيد. العفو. أستاذة شوق نعود لك مرة أخرى. شوق مسملي تفضلي. أستاذة شوق تسمعينا؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. مساء البهاء، صراحة مثلث الجمال، من جازان إلى الإحساء إلى طيبة الطيبة. ووالله إنهن جميعا زرعا مختلفا ألوانه. سؤالي لهن عامة وللأستاذة شقراء خاصة، لماذا هذا البخل في إصدار الدواوين؟ وأنتن تعلمن جيدا أنكن تبحن بنا وتكتبننا، السعداء بهذه الظهيرة الماطرة وكل الثناء. شكرا أستاذة شوق، هذا سؤال مباشر موجه للشاعرات وسأعطيكن الآن المجال الإجابة. أستمع أولا إلى المداخلة الموجهة من أستاذة أمينة غالي، ثم أعود لكن للشاعرات، يعني سأعود للشاعرات. أستاذة أمينة تفضلي. أستاذة السلام أمينة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة مباركة كريمة من المغرب. أهلا أهلا بك. معكم الأستاذة أمينة غالي، أستاذة لغة عربية. أهلا بك. جميل جميل أن يحتفى بالشعر وأن يحتفى باللغة العربية في مجمع اللغة العربية. من نساء شواعر قدمن أجمل ما لديهن من قصائد شعرية. جميل كذلك أن يتم الاحتفاء بالثقافة العربية وبالرؤية العربية في الإبداع الشعري الذي يحضر في شكل تناص وحضور للأصوات العربية الخالدة، وحضور كذلك للنص القرآني وللتضمين في هذه القصائد الجميلة. صحيح. قصائد جميلة من حيث لغتها، من حيث شاعريتها، ومن حيث مضمونها الفكري. وأجمل شيء هو خلودها، لأنها تعبر عن فكرة المرأة السعودية وعن هذه المرأة المشاركة التي تحضر حضورا قويا، وإن غيبت لأمور تاريخية وفكرية إلا أنها حاضرة في بناء
الحضارة وفي بناء الأجيال وفي بناء تاريخ عريق وعميق. جميل أن نتابعكن، وأتمنى لكن حضورا طيبا، وأتمنى أن يكون هناك تناص مع شويعرات أو شاعرات من العالم العربي، وأن يكون لقاء عربي لاحتفاء بالشعر العربي وبالمرأة العربية وبخلودهن إن شاء الله. جزاكن الله خيرا، وأتمنى لكن إبداعا مستمرا، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة أمينة وأستاذة أمينة، شكرا لحضورك من المغرب، وهذا يسعدنا أيضا. حضور المرأة يثمن هنا، وكما قلت نحن يمكن أن نقول نحن بنات الرؤية الآن، والمرأة على مر التاريخ لها مكانها، لكنها الآن تحضر، وهذا اللقاء الشعري هو جزء من نشاط المرأة في المملكة العربية السعودية. أيضا هذه الدعوة ربما يسمعها الآن أستاذ عبد العزيز، دكتور محمد ربيع، دكتور عبد العزيز، دكتور محمد ربيع، لمشاركة عربية أخرى، ربما في أمسية أخرى قادمة قد تجتمع فيها التجربة السعودية مع تجربة عربية، ونستمع أيضا إلى أصوات مختلفة ورؤى مختلفة للإبداع أو لإبداع المرأة العربية. دكتور منصور من محمد مريسي، تفضل دكتور منصور. سأعود لكن للشاعرات في النهاية، ستكون أجوبتكن هي ختام بإذن الله. دكتور منصور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد جدا بما أدركت في هذا في هذه الظهيرة. حقيقة أنا أولا أشكر القائمين على هذه الفعالية في حسن اختيار الأسماء التي شاركت في هذا اللقاء. حقيقة منذ فترة وأنا أتابع الأسماء الثلاثة وأتابعهم جيدا، وأدرك تماما بأنهم ومجموعة من الشاعرات في المملكة في صدارة المشهد الشعري السعودي حاليا. فلذلك سعدت كثيرا حينما قرأت الإعلان بهذه الأسماء الثلاثة. هذا أولا. ثانيا، استمعت في بعض التعليقات على أن شعر المرأة قد يوازي أو يوازي أو يضاهي شعر الرجل، بينما أرى بأن لا فرق عندي بين الاثنين، فقط النص هو الذي يثبت وجوده ويثبت الحضور. فلذلك هناك من الشاعرات ومن الشباب في المملكة من تفوقنا على كثير من فلذلك ربط الشاعرة بمنزلة كانت أو حاضرة دون منزلة الشاعر الرجل، أرى بأنه من الطرح المجحف بحق الشعر المرأة. كثير من الشاعرات الآن يتفوقن كثيرا وفي السابق أيضا، فلذلك لا ربط بين الجنسي والنص بقدر ما هي نظرة إلى قوة النص الشعري دون النظر أو بانقطاع عن نوع أو جنس من أنشأه. هذه النقطة. النقطة الأخرى، أحببت أن أثمن ارتباط مجمع اللغة وأيضا نادي نجران بإحياء هذه الفعاليات في عام الشعر العربي والقادم بإذن الله أجمل. شكرا لكم وشكرا للجميع. شكرا دكتور منصور، وبصراحة أنا أتفق معك في محاولة يعني عدم الالتفات كثيرا إلى مسألة تجنيس النص والنظر إلى جنس الكاتب، فالإبداع هو الإبداع في المقام الأول، ولعلنا أحيانا نجحف بحق المرأة حين نجعل الكتابة لها مرجعية أخرى غير الإبداع، مرجعية ترتبط بجنس المبدع لا بإبداعه كما ذكرت. سأعود شكرا لهذه المداخلة. سأعود للشاعرات، وقد وجه إليكن سؤال، ونبدأ مع أستاذة شقراء لأن السؤال كان يعني عاما وخصصت أستاذة شقراء بالسؤال. تفضلي أستاذة شقراء. شكرا لكل المعلقين والمعلقات، شكرا لكل المتابعين، سعيدة وممتنة لهذا الفيض من الجمال والحفاوة من جميع الحضور. بالنسبة للسؤال الذي طرحته الأخت شوق، هو لا أنا بالنسبة لي لا يعدو أكثر من مشاكسة صديقة،
هي تعرف جيدا لماذا شقراء تسوف أو تؤخر طباعة أعمالها الشعرية، وتعرف ثقل المسؤولية التي يتحملها الشاعر عندما يقدم نفسه في عمل جديد. ليست الطباعة ليست مهمة سهلة أبدا، وتقديم منجزك للجمهور كذلك ليس يعني عملا سهلا، تستطيع أن هي مغامرة حقيقة ومجازفة، تحتاج إلى تروي، تحتاج إلى تأني، أنت تعرض نفسك، تعرض عقلك، أفكارك، كل مقوماتك تقدمها للجمهور، فينبغي أن تقدم ما يليق بالقارئ أولا وما يليق بك أنت وباسمك كشاعر في الساحة، له حضوره في الساحة، لأن كما نعلم جميعا لسنا بحاجة إلى مزيد من أعباء الورق والحبر المنثور الخالي من الأفكار أو المضمون. شكرا لكم جميعا، وشكرا للصديقة شوق على هذا السؤال، وسعيدة بحضورها معنا، سعيدة بكل المتابعين. أستاذة منى، نستمع إلى إجابتك حول هذا السؤال. يعني هل يعني ممكن إذا أردنا صياغته بطريقة أخرى حول قلق النشر وموقف المبدع من النشر، لماذا يمكن أن يقلل المبدع أو يتوقف قليلا قبل النشر؟ أستاذة بالنسبة منى. لي، نعم، واضح الصوت. نعم تفضلي. بالنسبة لي طبعا عندي ديوانان مخطوطان، الديوان الأول وجداني بعنوان على شفة الألحان، والديوان الآخر وطني، يعني يشمل عن المملكة وعن أغلب مناطق المملكة أو مدن المملكة بعنوان أنبض به. طبعا ما زلت في مرحلة التنقيح والإضافة والحذف، فإن شاء الله تصدر قريبا بإذن الله. هو أساسا خصصت قصيدة اللي بعنوان على شفة الألحان على أساس ختامية، لا أدري هل يكفيني الوقت لذكرها أم لا. نستمع. نعم لا بأس، لا تفضلي. على شفة الألحان حرف متوج، يتيه بمعنى والدلال مسيج، سلاف لبوح والزنابق عطره، رنيم قواف بالشذا تتغنج، ركبت سها الأشعار لهفة عشقه، فأعد بضاد والبيان مسرج، أجوب جمالا ثم أبحر للمدى، ونبض فؤادي حالم متموج، فترسو حبال الفكر في شاطئ الرؤى، ويهمي مداد من خيالي ينسج، بسندس لفظ والبديع رداؤه، والصمت روي بالعقيق مدبج، تفاعيل بحر دوزن الدج جرسها، رواها نمير للخليل ومنهج، فعول مفاعيل تتيهانها هنا، وورد شطوري ذاب فيه البنفسج، فحمرة خد في المجاز وصفرة لثوب شعور في السنابل يبهج، وخضرة أوزان يطيب ربيعها، بساط القوافي للمنى يتأرج، ومن فنن الإعراب أفصح منطقي يداعبه بين الخمائل سجسج، وما أنا إلا للمشاعر نبضة بها قلمي وهج وشعري أوهج. وشكرا وعفوا للإطالة. شكرا أستاذة منى. أنتقل لك أستاذة تهاني، أيضا أنت وموقفك من النشر أو موقف المبدع من النشر، وإن كان لديك أيضا قصيدة ختامية، وسأعود لك أستاذة شقراء من باب العدالة في قصيدة ختامية. أستاذة تهاني. دكتورة، لا توجد لدي إضافة. أنا يعني مؤمنة كثيرا بما قالته الصديقة المبدعة الأستاذة الشقراء. هي مغامرة وجرأة أن تصدر ديوانا سيضعونك على طاولة التشريح النقدي، وسيقصون يعني أجزاءك في هذه النصوص، وأنت يجب أن تكون قادرا على مواجهة كل ما يقال عنك من نقد. أنا أحب النقاد كثيرا، لأن عن طريقهم استطعت بناء نفسي، واستطعت أن نهوض من السير الأعرج في القصيدة إلى الاستقامة وإلى بزوغ نجم جديد للشعر برؤى مختلفة وبأبعاد مختلفة. فأشكر جميع النقاد الحاضرين هنا، ولست ضدهم، لا أنا معهم، ومع كلام شقراء متفقة معه بقوة. بالنسبة لنص،
أريد أن أختم بنص قصير لمكة والنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا وجه كل الأرض في دورانها من كل جارحة تفيض بحور، وجه يسميه الإله محمد والكون يؤمن أنه الإكسير، يا رافدا نهر العبادات التي فاضت قرابين لها ونذور، لو حلقت بالقرب منك حمامة ما غادرت وجناحها مكسور، لو صافحتك لدى المخاض غمامة سيهل فيض بالرجاء مغمور، فيد تلوح لتخطف البرق الذي يوما إلى قدر الهطول يشير، ويد على متن البراق يسوقها غيب تعرى لم تحطه ستور، ويد على متن البراق يسوقها غيب تعرى لم تحطه ستور، يا قاب قوس حين يدنيني الهوى أهوي ونجمي في مداك يسير، يا سدرة في منتهاها أستوي زهرا تعتقني شذا وعطور، يا سيدي للحب حالة عزلة ولدى القلوب تكامل وحضور، هبني رداءك مثل كعب إنني قلب على هفواته مجبور، فأنا وحسان تقاسمنا الهوى، فأنا وحسان تقاسمنا الهوى نصفي الخفي ونصفه المشهور، وأنا اليراعة والمداد كأبحر نفدت لتحملها إليك السطور. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، شكرا لك دكتورة، وشكرا لمجمع اللغة العربية. شكرا أستاذة تهاني ومن باب العدل أيضا سأعود لك أستاذة شقراء بنص قصير لو سمحت، نص ختامي تفضلي. أهلا بك، سأقرأ حكاية التوت مشاغبة خفيفة للزميلات الحاضرات. يحكى بأن صبية في الأربعين من المجاز، يحكى بأن صبية في الأربعين من المجاز، صبية كالبني عابقة ومترفة كأعراس الصباح، تطل من شباكها القروي تزهر كل عام مرة وتغيب في فوضى الحياة، صبية في الأربعين من الصعود تدك كل قلاعها وتعيد هيكلة الزمان إذا تناء باسمها، تلك الصبية ذاتها ترتاد شرفتها مرارا، تطعم الشمس القريبة بعض حنطتها، تلوح للظلال بزهوها وتمشط الوقت المرير بصبرها وتعيد أنسنة السماء، صبية في الأربعين على حقيقتها تراودها الحكاية والأساطير التي نبتت على أطراف طينتها، تراودها القبيلة تستبيح شغافها، لكنها بالرغم من كل العذابات التي تعتادها ترتاح في الغيم البعيد فتستحم بضوئها كل المعاني والصور، صبية في الأربعين وحولها يجري الملائكة الصغار تهشهم عن عرشها، ويحفها قوم هنالك طيبون يحفها الأوغاد أيضا، تستفز بسمتها كل الشياطين الذين تواطؤوا للنيل من ملكوتها، هي تستفز حريرها لكنها أيضا تكابد من طفى من سرها، صبية في الأربعين شهية كالحلم لكن لا تبين. شكرا لكم وسعيدة جدا وممتنة، حفظكم الله.
شكراً أستاذة شقراء. يعني نحن اليوم أو كما يقول النقاد، النص يبقى ميتاً ما لم يأتي قارئ ليستمع إليه أو ليقوم بإحيائه عبر القراءة. نحن اليوم عشنا الشعر وعشنا حياة جميلة، أعتقد أن هذه الأمسية سارت بنا في مداخل مختلفة، في اتجاهات شعرية مختلفة إن صح التعبير، وآليات مختلفة للكتابة، وإن كانت الأرضية مشتركة هي الإبداع وهي البحث عن الشعر والكتابة. وهذا الهاجس في أن أكتب نصا مختلفا، الهاجس الذي جعل تهاني شقراء ومنى يقفن كثيرا ويتساءلن قبل النشر، والإحساس بمسؤولية الكتابة وبأن ما ينشر ينبغي أن يستحق النشر وأن يستحق القراءة. أمسية كما قلت عشنا فيها ساعات، ساعة ونصف تقريبا من الجمال مر بنا الوقت. أشكر لكم الحضور جميعا، ولكن قبل أن نختم هذه الجلسة مع أستاذ دكتور محمد ربيع الغامدي، هو مهندس الفعلي لهذه الأمسية وهو الذي قام بالتنسيق أيضا لها. دكتور محمد تفضل لو سمحت. دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته، السلام أسأل الله ورحمة الله. مساءكم بالخير والبركات والمسرات. الحقيقة أنا طلبت الكلمة لعدة أمور أرى أن من واجبي أن أنوه بها. الأمر الأول فهو شكر عميق ومستحق لنادي نجران ولرئيس سعادة رئيسه الأستاذ سعيد على هذه الشراكة العلمية الثقافية المهمة، التي أرى أنا أن الشراكات بين المنابر الثقافية والمنابر العلمية أمر مهم، وشرفونا الحقيقة حينما شاركونا في هذا العمل المميز الذي تجمعون جميعا على أنه مميز. أشكر أخي سعيد مع حفظ الألقاب على هذه الشراكة الأدبية، ونتطلع إن شاء الله إلى دوام هذه الشراكات بين جميع الحقيقة المنابر الثقافية والجهات الثقافية. لكنني سأشكره شكرا خاصا أيضا على هذه اللفتة، وهو قد أخبرني منذ زمن بعيد، وربما أخي الدكتور عبد العزيز لا يعلم هذا، يعني في حوارات سابقة مع أخي الأستاذ سعيد ونحن نتحاور كثيرا على الهاتف، ذكر لي أكثر من مرة بأن الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي هو من الشخصيات المؤثرة في المشهد العلمي والثقافي واللغوي تحديدا، ويستحق التكريم من جهات كثيرة، وقد رأى وقد اشترط علي أساسا أن يكون هذه الشراكة تقود إلى شراكات أخرى وإلى تكريم هو يتوق له منذ زمن دكتور الأستاذ سعيد لتكريم هذه الشخصية، شخصية الأستاذ الدكتور عبد العزيز. وأنا قد تكون شهادتي معروفة ولا أقول مجروحة، الحقيقة أنا أميل إلى أن أقول أن الشهادة معروفة، لأن الشهادة جرح الشهادة يعني غير جيد الحقيقة فيها الشهادة، وتعتبر غير صحيحة أو غير حقيقية. الشهادة التي نقولها اليوم أنا وأستاذ سعيد وغيرنا هي شهادة حقيقية ومستحقة وفي مكانها لشخصية ذات جهود، كرمت هذه الشخصية ونالت جوائز على هذه الجهود اللغوية، ولكنها تستحق المزيد من التكريم. وأنا أشكر الدكتور الأستاذ سعيد على هذه اللفتة، وأشد على يده وأقف معه في هذا الأمر، عسى أن يقبل الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز هذا التكريم الذي هو مستحق بلا شك. الأستاذ الدكتور عبد العزيز بالمناسبة، وإن كانت الزميلة الأستاذة الدكتورة ميساء تقول إنني أنا مهندس هذه اللقاءات، لا، الحقيقة مهندس هذا اللقاء. إن كنت مهندس هذا اللقاء فالدكتور عبد العزيز صاحب الفكرة، هو مهندس جميع اللقاءات، وهو الذي يقف وراء هذا الجهد وهذا النشاط المستمر. وكثير من أصدقائنا و
ضيوفنا كان يشيد باستمرار واستمرارية هذا العمل الثقافي العلمي المستمر، والاستمرار هو أمر ترى صعب، يعني الكثير من الناس يعرفون أن الإنجاز قد يكون سهلا إلى حد ما، لكن الاستمرار في عطاء متنامي ومرتفع المستوى هو أمر صعب ولا يحيط به إلا أهل العزم، ودكتور عبد العزيز هو من أهل العزم وهو مهندس حقيقي لهذه اللقاءات، وهو الداعم لنا والموجه للاستمرار في هذه في هذا العمل الثقافي والارتفاع به مرة تلو المرة، ونحن ننتظر دائما من سعادته التوجيهات، وهو الذي وجه تحديدا بأن يكون بعد أنصية الشعراء الرجال الذين الذكور الذين استضفناهم ونشكرهم على ذلك على استجابتهم لدعوتنا، وهي استضافة مستحقة لهم ويستحقون أكثر من هذا، وجه بعد ذلك بأن يكون هناك جلسة شعرية أو أكثر لشاعرات، لأن وطننا يمتلئ بالمبدعات مثل ما يمتلئ بالمبدعين. فشكرا له أيضا على هذه الفكرة، وهالفكرة كما تعلم الدكتورة ميساء هو صاحب الفكرة، نعم الدكتور عبد العزيز هو الذي تحدث مع الدكتورة ميساء حول هذه الفكرة وحول سبل تنفيذها، ونفذت ولله الحمد، ونحن نتطلع أيضا إلى تنفيذ مثل هذه الجلسة جلسات قادمة إن شاء الله مع مبدعين ومع مبدعات. الحقيقة لا يفوتني أن أشكر الداعمين لنا بحضورهم، وهم حضرات السادة والسيدات الذين يحضرون معنا كل أسبوع، وهم الوقود الحقيقي لنا للاستمرار في هذا العمل وعدم التوقف، لأن العمل إذا كان هناك من يدعمه ويحضر ويشارك ويعلق ويدعم بحضوره وباستمرار الحضور، هذا يزيدنا مسؤولية ويزيدنا شعورا بهذه المسؤولية، شعورا بأهمية أن نرتقي بهذا العمل. أشكر أيضا ضيوفنا دائما الذين يستجيبون لدعواتنا، وضيوف هذا اليوم أو ضيفات هذا اليوم المتألقات المبدعات الجمال الحقيقي حضر اليوم كما ذكرت الدكتورة ميساء، واستمتعنا جميعا بهذه الجلسة المميزة النوعية، ونرجو أن تتكرر، وأعتذر أيضا عن الإطالة في هذا الأمر، ونراكم إن شاء الله دائما وأبدا في كل سبت هنا على خير في أمان الله. شكرا دكتور محمد، شكرا لكل من حضر، شكرا لهذا التفاعل حتى الجميل. ودكتور محمد الآن وأنت حاضر معنا، هناك دعوات مكررة كانت في الرسائل تدعو إلى تكرار مثل هذه الأمسيات، وربما أيضا هي دعوة إلى أن تكون هناك أمسيات لاحقة قد تشترك فيها أيضا بعض الأصوات من العالم العربي في دعم للثقافة وتأكيد لدور المملكة في أن تكون حاضنة للثقافة العربية وفي تفعيل لعال الشعر العربي مرة أخرى. شكرا لكم جميعا، شكرا أيضا للدكتور عبد العزيز الذي كان فعلا وراء هذه الفكرة وهو أول من حدثني بها، واستمتعت جدا اليوم بهذا الجمال بالشاعرات الجميلات أستاذة تهاني صبيح من البدراني شقراء المدخلي مع حفظ الألقاب. شكرا لكل من حضر وتفاعل معنا، ونراكم إن شاء الله كما ذكر الدكتور محمد في كل سبت على خير. السلام عليكم ورحمة الله.